لو الحكاية فيها إن فيجو فرحانة يا أم النهاردة؟ طبعاً طبعاً، بلدنا دي لازم تقف على رجليها، لازم لازم كلنا نشارك ولازم كلنا ننزل. وبقول لإخواتي اللي ما نزلوش انزلوا انزلوا، مصر بخير وما فيهاش حاجة. كله كان خايف النهاردة ينزل، قرايبي كانوا خايفين ينزلوا عشان خايفين لا يكون في حاجة. مصر ما فيهاش حاجة والمصر زي الفل.